هنكمل موديل تيست 1 بيج 129 ثيرد كويشن A if 7x equal negative 42 find the value of x equation عادية جدا عندي coefficient ب7 مع ال عشان اجيب ال value of the x يبقى هعمل ال negative 42 divide ال coefficient يعني divide 7 تبقى ال x equal negative 42 divide 7 يعني equals negative 6

لان هما ايه ملتبلاي يبقى 4 بلس 5 تديني 9 يبقى 7 باور 9 اوفر 7 باور 7 دلوقتي ديفايد يبقى هعمل سبتراكت الباور يبقى ايكوال 7 باور 9 ماينس 7 اللي هي ايكوال 2 يبقى 7 باور 2 يعني كانها 7 باي 7 اللي هي ايكوال 49 اوكي الستبس هنا مهمه جدا لازم تتكتب زي ما احنا كاتبينها كده بالظبط fourth question if you will use the piece of card cartoons in Uh, the shape of rectangle of length 2.4 meter and width 1.6 meter to design a cube uh, cubic case of each length 60 cm حلين واحدة زي دي بالظبط في ال exercise اللي هي على ال units اوكي بس احنا برضو هنكملها calculate the area of the remained card after designing the case أول حاجة أنا لقيت different dimensions في عندي two dimensions بالمتر و dimension واحد بالسنتيمتر هحول السنتيمتر أخليه بالمتر أسهل أوكي okay. يبقى ال ال edge length بتاعت الكيوب هتبقى equal 60 سنتيمتر divide 100 تبقى equal 0.6 متر حولت السنتيمتر لإيه؟ لمتر عملت divide 100 عشان أخليها بالمتر دي الـ edge length of الكيوب اللي هو عمله طيب أول حاجة كان عندي paper أو card كرتون على شكل rectangle أقدر أجيب الـ area of rectangle عبارة عن length by width اللينث والويتز هما 2.4 وال1.6 يبقى 2.4 باي 1.6 هتديني 3.84 متر سكوير دي الاري اوف اي اوف الكارد كارتون اللي هي على شكل ريكتانجل طيب الريكتانجل او البيبر او الكرتونه ديت انا عملت منها كيوب يبقى الاريا في الكيوب اقصد بالاريا يعني التوتال اريا اوف الكيوب الاريا كلها التوتال اريا في الكيوب عباره عن ايه سايد باي سايد باي 6 السايد لسه جايبينه ب 0.6 كان 60 واحنا حولناه لايه للمتر يبقى 0.6 باي 0.6 باي 6 هيديني 2.16 متر سكوير يبقى الـ area of اوف rectangle او البيبر كلها والكرتونه كلها طلعت بكام 3.84 والاريا اوف الكيوب هتطلع بكام او طلعت بكام ب 2.16 يبقى الـ difference ما بين الاثنين يبقى 3.84 minus ال 2.16